اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحبابي وصحابي، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل عادة اليوم جيت باش نحضر معاكم قصيدة متاع زقوقو. كما تشوفوا لهنا، هذه هكا القصيدة متاع زقوقو. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير لكل الدول العربية والإسلامية. ما تنساوش إذا عجبتكم الوصفة تخليوا لي جيم، تخليوا لي كومنتير. انا باش نوصل معناتها الحقيقه بكم وبالكومنتارات الحلوين اللي تحطوهم لي على الفيديو. نتعديو للمقادير وطريقه التحضير. عسلامه عسلامه، كل عاده جيت وجبت معايا اليوم باش نعملوا مع بعضنا الوصفه نتاع زقوقو. زقوقو هذه هو هكا زقوقو اللي ما عرفوش، اللي هو الصنوبر كيما تشوفوا هكا، بانداليب هذه هكا الزقوق نتاعنا. شفتوا قديش فيه معناتها تفش، هذيك هكا باش يتغسل. هذه هكا الزقوق نتاعنا هكا، ان شاء الله يكون واضح. لهنا هذه الزقوق نتاعنا، صبيت عليه الماء باش نغسلو كيما تشوفوا هكا بالمقدار بالمقدار باش نصفيه. يتعدى على برشا مراحل الزقوق نتاعنا هذا، نغسلو بالمقدار كما تعرفوا، وما ينحيوه معناتها يحرقوه في الشيوش وينحيوه من الوحدة من الكعبة نتاعو. أنا لهنا باش نخلي له هذيك التراب نتاعو لوطا والحجر اللي فيه. أنا هنا غسلتو، خذيت منديل حطيته في وسط الطبق كيما هكا، وحطيت عليه هذاك زقوقو، وتوا باش نخليه في الشمس يشيح وبعديكا نظفوه مرة أخرى. توا في المرحلة هذه باش نبداو نرحيو الزقوقو نتاعنا. الحقيقة أنا خذيت الروبو هذي باش نرحي بيه. نبداو نرحيو الزقوقو نتاعنا هكا بشوية بشوية، نصب كمية صغيرة هكا باش نزيدها شويه ماء. الزقوق نتاعنا انا خديت رطل الزقوق باش ناخذ عليه ايترا و800 مليلتر ماء. بسم الله باش الماكينه ما تغسلناش وما تتحرقناش، نزيدوها شويه ماء. نبداو بسم الله. انا لهنا باش نقعد نرحيه ونزيد شويه بشويه بشويه الماء، ونعاود نعاود نرحيه مره اخرى، ونتلقاو في المرحله الاخرانيه نتاع الرحي. توا لهنا هذه الرحيه الاولى نتاع زقوقو، شوفي كيفاش رحيت حتى ولا كيما هكا. بعد انا باش نعاود له رحيه اخرى. هذه البات هكا توا اللي تحصلنا عليها، هذه هكا بعد ما رحيتها بنص الكمية نتاع الماء، باش نحاول نركبها شوية بالبرام هكا في بعضها الكل. باش نغطيها ونخليها في الفريجيدير حكاية ساعتين كما تشوفوا هكا، ومن بعد نتعديو للمرحلة اللي بعد. وتوا لهنا بعد ما خليت هذيك البات نتاع الزقوق نتاعنا ارتاحت في الفريجيدير، تو باش نبداو نخدمو فيها. بسم الله حركها هكا شوية. خذيت لهنا 350 غرام فرينة، 350 غرام سكر، ونبداو بسم الله باش نصبها في حاجة كبيرة هكا. باش نصب هاذيكا، باش نضيف هاذيكا 350 غرام فرينة لهنا هكا. أنا قلت عملت إيترو و 800 مليلتر ماء. تويكا باش صبيت الشطر نتاعهم معناتها
حيت بيه الزقوقو، وتوا باش نزيد الباقي لهنا على الكميه نتاع الفرينه هكا. نحلها شويه، نحاول نحل شويه الفرينه نتاعها في الماء. خليها هكا على جنب، ناخد توا هكا صحفة واحدة أخرى باش ناخد الغربال باش نصفي هذاك الزبو هكايا تصفية لويا. بسم الله، قاعدو نحركو هكايا حتى يهبطلنا هذيكا غربال شوية كيما تشوفو هكا، نقعدو نحركو حتى يهبط العصير نتاعنا الكل. هذيا هكايا الماء نتاع الزقوق صفيتو، توا هذيكا الفرينة وقت اللي زدت عليها الماء وحليتها بالباهي هكا ما قعدتش فيها هذيك التكتلات، باش نضيفها لهنا على هذيك الزقوقو. بسم الله، حرك هكا الكل باش متقعش تعبنا الفرينة كي تحطها في الماء نتاع الزقوقو. قعدت تعمل هذيك الكعابر بصير تتحل لنا فاسيل، ما نحطوها هكا في وسط الماء تتحلتهم، ما فيهش حتى كعابر ديريكت هكا. تو هذه الطفش نتاع الزقوق، وشوفوا كيفاش بعد ما خرجت من منه القوه نتاعو الكل، قعدت كان هذيك القشور هذيك بالطبيعه نطيشوها. تولى هنا هذه هكا التصفيه الاخرانيه، خديت الكسرونه نتاعي حطيت في وسط الصفيه هكا، كملت الاخرى نديو. بسم الله، رطل زقوقو كما قلنا رطل زقوقو 350 غرام فرينة لتر و 800 ملليلتر ماء، صفيو هذه التصفية الأخرى. توا لهنا حطيت العصيدة نتاعنا الطيبة على الغاز، ناخدو الفوية نتاعنا ونقعد نحركو. التحريك مستمر حتى لطيب العصيدة نتاعنا، خليوه شوية على الأول قوي شوية، ومن بعد نطيو الغاز على الأخر، خليو النار ضعيفة ونقعد نحركو. لهنا العصيدة نتاعنا بدات تغلي، هنا نردو بالنا نحركو ديما، نقعد نحركو من الوسط حتى ولي الجناب هكا. دوبينا نقصت الغاز، خليها تقعد تطيب، هي تقعد نص ساعة تطيب، هذه أقل حاجة نص ساعة يعني تطيب مع التحريك المستمر. كما تشوفوا لهنا في المرحلة هذه نحيت الفوي وخذيت المغرفة اللوح على خاطر لهنا يلزمنا نعصتو بالقدا
باش ما تقعدناش فيها هذيك الكعابر. وهي شوفوا كيفاش لهنا. انا باش نضيف 350 غرام سكر نتاعي، 350 غرام، ونذوق. بسم الله نحرك. شوفوا كيفاش تبدل اللون نتاعها، ولات كحله. السكر لهنا حطوه من الاخر باش يغمق لنا لاسيده نتاعنا، حتى كان فما فريكس ولا فما حاجه بالسكر تتحل. النار مهيله على الاخر كما تشوفوا هكا، النار ضعيفه، وحنا نعززو وحنا نفردو. هذه هكا العصيده نتاعنا قاعده تطيب مع التحريك المستمر. شوفوا كيفاش بعد ما ضفت لها السكر قديش ولات غامقه. استنيو تعمل التبقبيقه، معناتها هكايا طابت بلاصه. توا عندي ربع ساعه وانا نعصت على نار مهيله مع التحريك المستمر. هذيك العصيده نتاعنا طابت توا. قبل ما تبرد وتعمل هذيك الكوشه الفوقانيه ديريكت نصبوها في الصحافي نتاعنا. انا في المرحله هذه خيرت باش نعبي هذه القمصان نتاع الكيلوي ونصبو في الصحافي نتاعنا كيما هكا. يتعدينا يقعدوا ننظف بالطبيعة، نصبو كل شيء شطر، خليوه بلاصة الكريمة يصافي. نصبو هكا شوفو تبارك الله ما شاء الله جات غامقة. أنا هكا سخونة برشا، حبيت نصب في الكاس هذيا هكا ترونسبارون باش يظهرلنا كولور كما تشوفوا هكا. هذه هكا العصيده نتاعنا نخليها تبرد ومن بعد نتعداو للكريمه. توا لهنا باش نحضروا الكريم باتيسير، كالعاده خديت نص لتر حليب، ثلاث مغارف سكر، ثلاث مغارف نشا، حبه بيض، وزوز بكويت سكر فانيليا. تشوفوا هكا هذوما هكا زوز بكويت باش ننكه بهم الكريمه نتاعنا. نبداو بسم الله. نضيف المكونات الكل مع بعضهم. نحركهم حتى لين تتحل هذيك حبة البيض ويتحل النشا كله مع بعضهم. طيبهم وكل عادة الكريمة نتاعنا طابت باش نصبها لهنا هكايا باش تبدا الخدمة نتاعنا نضيفها. صبوها في الكيسين ما يقعدوناش كيسين نتاعنا يتمسخوا. نبداو بسم الله، نضيفو الكريمة نتاعنا على العصيدة نتاعنا. بطبيعة العصيدة كانت لبرا من الفريجيدير قبل ما نطيب الكريمة بريسك بساعة باش تنش باردة ونصبو عليها الكريمة سخونة، لازم يكونوا نفس الحرارة. اما ليها نخليو الكريمه نتاعنا تبرد بعد نتعديو للتزيين.
طول هنا بعد ما بردت هذيك الكريمه نتاعنا باش نبداو نزينوا العصيده نتاعنا. ما تشوفوا لهنا عندي شويه مكسرات هكا، عندي لوز لهنا مرحي، نبداو نزينوا. الحقيقه التزيين اختياري، كل واحد يزين بالمتوفر عنده. هذه لوز مقلي ومرحي، هذه هكا نواد كوكو، هذه هكا الزينة. نحاول نتفنن شوية باش نزين. هذه هكا توا الشكل النهائي متاع العصيدة متاعنا، ان شاء الله تعجبكم وتجربوا الوصفة، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير في وصفة اخرى، وبالسلامة.